ella, a 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 ella, شفت شفت زودتها في الرقص بهدلت الاصابه بتاع الكتفه. معلش اشرب اشرب يا هيما واربع الليله ليله هنا وسرور. احنا معمول معانا واجب انما ايه في اهيما كتاب اللي انا بحبك حب طاعون ما حبوش راجل لراجل قبل ايه الليله دي بتحب الطاعون يا ايه الليله دي الحمد لله الحمد لله الله 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 انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات، استنى بقى كده شويه لان شكل السناره غمزت. سناره اللي تغمز يا عم كداكي، دي لو السناره غمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين، مش هيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيله. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضه. طيب انا هروح احبق بقى عليها ها وراجع لكم ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت ماشي خلاص يا هيما خلاص يا هيما وفر الكوس ده لتيتك يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي شاطره وشطوره على فكره انا معجب بحضرتك جدا 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 مش حضرتك نيكول سابا برضه في واحدة بره اسمها سارة بتقول عندها ميعاد مع حضرتك. خليها تتفضل. اتفضلي. ما بتردش عليا ليه؟ أبدا مشغول زي ما أنت شايفة. ما بتكلمش على دلوقتي. ليه من ساعة ما كنا مع بعض ما بتردش عليا؟ ما كنتش عارف أرد أقول إيه أو حتى ممكن نتكلم فيه ايه مفيش اي حاجه تجمعنا ممكن نتكلم فيها انا فكرت كتير قوي يا ساره وللاسف لقيت انه مفيش غريبه يعني قبل الليله دي كان في كلام كتير الفتره اللي احنا كنا بنتقابل فيها دي يا ساره انا ما كنتش انا كنت انسان تاني بس عشان اكون صريح معاكي انت كان ليكي فضل كبير جدا عليا في ان انا اتخطى المرحله دي سلمه يعني بالعكس انا شايف انها ايد قويه تمدت الواحد كان بيغرق خرجته على الشط فاول حاجه يعملها بعد ما يطلع انه يسيبها ويمشي مش كده بس احنا يا ساره مش شبه بعض حتى المكان اللي احنا اتقابلنا فيه مش بتاعي انا اصلا ما بشربش الليله اللي احنا قضيناها مع بعض انا مش فاكر منها اي حاجه زي ما اكون كنت انسان تاني بس تعرفي يا ساره الليلة دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي. لأن اتعلمت فيها حاجات مهمة أوي عن نفسي، أهمها إن أنا إنسان ضعيف. وأنا بفتح باب الفيلا عندك عشان أخرج، قررت إن أنا مش هبقى ضعيف تاني. هقفل صفحة نجوان، هفتح صفحة جديدة. أنت بتتعامل معايا على إني إيه يا نادر؟ شايفني إزاي؟ أنا شايف إن أنتِ من أكتر الشخصيات المحترمة اللي أنا اتعرفت عليها في حياتي. إنسانة واضحة وصريحة، لا بتلفي ولا بتدوري. مش عايزه تخدعي حد بس زي ما تقولي الوقت اللي احنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط لو كنا اتقابلنا قبل كده بشويه او بعد كده بشويه الوضع كان هيختلف بطبيعه الحال لكن برضو انت علمتيني حاجات مهمه جدا على سبيل المثال ان انا مش ممكن اثق في حد تاني 100% يعني بس مش 10% يمكن اكتر شويه انت عارف ان انت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظريه دي من ساعه ما فكرت فيها يعني كنت حاسه ان ممكن يكون في حاجه بينا اكبر من اللي حصلت خساره اللي حصل بينا اكبر من اللي ممكن كان يحصل يا ساره انا شخصيا لحد ما اموت انت هتفضلي معلمه جوايا عمري في حياتي ما هنساكي ولو احتجتيني في اي وقت في اي حاجه انا دايما موجود وتحت امرك ساره مش عارفة
عارفه انا اللي عاجبك في البت التمرجيه دي؟ ياما دي بنت جدعه ياما، وما شفتش منها حاجه وحشه. وعلى فكره بقى انا عملت مشكله ما بينها وما بين اخوها. يا واد هو انا لما اجي افرح بيك افرح بيك واحده رايحه جايه طول الليل، يوم تقول لك انا راجعه من النوبتشجيه، واليوم الثاني تقول لك انا بايته كنت في المستشفى؟ يا اختي راح فين يا بنتي يا كوريا في نصوص الليالي يا بيت؟ لا اله الا الله. وانت مالك يا ام سوك؟ مخنوق؟ خارجه افك عن نفسي شويه، طالع عشان من شويه هوا نضيف بدل الكتمه اللي واحد فيها. خلاص الحق عليا اللي خايفه عليك للحدايد يخطفوكي. ايه ياما ده ليه كده ياما؟ راح فين يا ولا؟ يا كوريا خد يا كوريا. راح فين يا كوريا؟ معلش يا سوكا سيبني وانا بخرج لوحدي. بقول لك يا كوريا مش هينفع تسيبك لوحدك تمشي بالليل. على فكره بقى الهم ما ينفعش حد يشيله لوحده، وانا اخوك يا بت الهم ابو اتنين يشيلوا اتنين. وعلى راي المثل يا مفرقني السبوع انا ما خدتش. ايوه يا كوريا ايوه كده. ايه يا سوسو ده؟ قاعد انده عليك انده عليك تسيبيني وتمشي؟ انا حسبت التاكس. طب يا حبيبي تعالى بس. طب يا حبيبي تعالى انا حسبت التاكس. تعالى تعالى تعالى. فلوس التاكس. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو فين العفش؟ انا عندي مرتبه جوه بنام عليها. مرتبه ايه ياما؟ فين العفش؟ استنى همشي الكركبه. كركبه ايه ومرتبه ايه ونيله ايه؟ هي احنا فين لما ايه ده؟ دي شقتك دي ولا ده ايه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في امريكا وسايبها لي. سايبها لك من غير عفش؟ تعالي بس. يا ابني العفش اللي انت شاغل نفسك بيه تعالى بس هقول لك. هتقولي لي ايه؟ معلش اصل انا بس في حاجه بيني وبين العفش. فين العفش؟ هي كان فيها عفش. ايوه. وانا بعته. ايوه. عشان اصرف. لان الفلوس اللي ابني بيبعتها لي أيوة. ما بتكفيش الشرب والسهر. تعالي. لا استني بس استني بس. انا نسيت البتاع تحت. انا هنزل بقى اجيب سجاير لان انا معيش ولاعه عشان هقول لك يا سوق. والله يا سوق دقيقتين وهطلع لك على طول. ما الكشك قريب الكشك قريب. بص يا كوريا ابراهيم صاحبي وانا عارفه كويس. اي نعم هو مجنون وما بيحبش الا نفسه ورايحه منه، بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال لك الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير، ما بقاش حد ليه حاجه عنده. انا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده طقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوكا انا بيت يا جدعان انا بيت بيت ايه؟ ما يغركوش شكلي ده. انا جوايا حته عيله صغيره لسه بضفاير عايزه اللي ياخدها في حضنه يطبطب عليها اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوه للبنات ده اي حاجه. نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا ما يبصش لواحده غير. صعبه دي جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوه لبعض في المدارس دي. انت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم، ولو سواي يخطف بوسه من على خدها ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم، مع اني من جوايا ابقى مبسوطه